بكت نفسي لما عادت السيدة زينب عليها السلام مع الأسرى إلى كربلاء وهم في طريقهم إلى المدينة، ودعت قبر أخيها الإمام الحسين عليه السلام وهي تقول: أخي، إن بكت نفسي أساً فلعلني بكيت لأمر عن أساك عناني. أخي، ما الحجى لي عن حجالي بحاجب، ولا عنك إذ أبكي نهاي نهاني. أخي، أي أحداث الطوارق أشتكي، فقد فض جمعي طارق الحدثان. أخي، من عمادي في زمان تصرفي، ومن أرتجيه في صروف زماني؟ أخي، قد نفى عني الزمان سعادتي، ولم يبقي إلا شقوتي وهواني. أخي، إن رمتني الحادثات برميها، فقد كنت فيها عدتي وأماني. أخي، للرزايا حسرة مستمرة، فوا شقوة مما يجن جناني. أخي، إن يكن في الموت من ذاك راحة، فراحة نفسي أن يكون أتاني.